محض حدوث العبور العلوي هتبقى امتى؟ محض حدوث العبور العلوي هتبقى امتى؟ هنشوف الاول 90 ناقص ايه؟ 90 ناقص فايل اكتر ولا 90 ناقص دبت عشان نرسم؟ فنفترض ان المثلث يطلع بالمنظر ده كده. زد اس بي ماشي؟ الهاور انجل وقت العبور هيبقى كام؟ الهاور انجل وقت العبور هيبقى كام يا جماعه؟ ها؟ 360 او 0. اذا الهار انجل هتطلع بكام؟ الهار انجل هتبقى كلها، يبقى الهار انجل هتساوي كام؟ زيرو. الهار انجل هتساوي كام؟ يبقى المين تايم يساوي كام؟ الترو تايم هيساوي كام؟ زيرو زائد 12 يطلع 12 عقد. يبقى الطبيعي اي حاجه يبقى الكلام ده يحصل امتى؟ الساعه 12 الساعه ايه؟ 12. نيجي بعد كده بعد ما نجيب الترو تايم نجيب منه المين تايم، الجريتش مين تايم ونفس الايه؟ السيكونس نقدر ايه؟ نقدر نحلل ايه؟ الكلام ده. اي وقت لما اخد منك وقت بتكلم على وقت الساعة. وقت الساعة وقت الدقيقة. اللي بتستقر عليه الحياة بتاعتي. يعني لو كان الترو تايم لا الترو تايم دايما بيساوي الهاور انجل زي الزفت. استنبطناها لما رسمناها مع بعض. الترو تايم بيساوي الهاور انجل بعد الايه؟ اللي ضربت. بقارن دي البي اس المسافه اللي هي 90 ناقص سيجما و 90 ناقص فاي. شوف مين الاول، فتشوف مين الاول. 90 ناقص سيجما و 90 ناقص فاي. فاضل لي بس كده حته صغيره اللي هي حاجه اسمها الوقت النجمي. الوقت النجمي هنشرحها المره الجايه عشان ليها علاقه بالطلع المستقيم وليها علاقه وهي اللي بتساعدني في حساب مين بقى؟ حساب الايه؟ حساب النقط. الوقت النجمي بس عشان عارفين الوقت الشمسي وقت غير مستقر. واضح انت عشان احسب الوقت حسبت كام حاجه؟ ها؟ ترو تايم، مين تايم، جرينتش، ها؟ جرينتش اقليم. في الوقت النجمي مفيش الكلام ده، هو وقت واحد بس. وقت واحد بس لان النجم المفروض بيلف حوالين الارض فين بقى؟ في دايره ووضعه ثابت، فمفيش عندي المشكله بتاع الاي. ما فيش عندي مشكله بتاع مين؟ الايه؟ وده اللي هنشرحه مع بعض الجايه المحاضره الايه؟ الجايه ان شاء الله.